بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. كما كتلاحظ الأخ، كنا داخلين في واحد الاعتصام، كنا داخلين في اعتصام أمام باب الحي الجامعي على قبل المنحة ديال العيد، وإذا به المدير وقع معنا محضر باش يعطينا المنحة ديال العيد وخديناها. إذا به كونا المكتب النقابي ديالنا، ملي كونا المكتب النقابي ديالنا كنجيو عند السيد المدير هنا كنقول له ودي استقبلنا كنقابة، كيقول لك لا كنستقبلكم كموظفين. لهذا حنا رفضنا رفضا قاطعا هذه القضية ديال باش يستقبلنا كموظفين. حنا هيئة نقابية، ولهذا دخلنا عند المدير، خرج عندنا وكيقول لي لا سيدي انتم ما كتسووا والو، سيروا بحالكم انا ما استقبلكمش. هي هذيك، ويمشي يرفع بنا دعوة قضائية عند البوليس. جاونا استدعاءات في عوض باش تسلموا، احنا في عوض باش نسلموا الاوراق ديال الكونجي استلمنا استدعاءات، وهذا خرق للقانون. هو رئيس مؤسسة، هو اللي عنده السلطة، كيمشي عندنا حنا البوليس. واش حنا هاد السيد هنا تلقينا في الزنقة؟ راه حنا هيئة نقابية كنمثلوا 100 موظف هنا، والحالة اللي جينا عليها باش نوضحوا للرأي العام، حنا كنمثلوا الموظفين وعندنا مشاكل ديال الموظفين، جينا بغينا نطرحوها عليه. على قال لهم اسيدي سيروا ديروا هذوك الكراطات، ديروا لهم النوامر ديالكم تما وسمياتكم وعلقوهم. حنا هذا هي المشاكل اللي جينا عليها، وجينا على المشاكل ديال الكونجي. المشاكل ديال الكونجي، انا المشاكل ديال الكونجي ديالنا ما بقاش يعطيني كونجي، مولف كناخذوا 40 يوم 45 يوم، وهذا معمول به في الاحياء الجامعيه كامله. ولهذا كنتوجهوا للمسؤولين باش ينظروا لهذا المدير ديال المؤسسه، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد محجوبي، عضو في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. هذا السيد المدير هذا جينا عندو المره الاولى باش غنتفاهموا معاه، على الكونجي، حيت اصلا بركنا معاه وقال لنا عندكم الكونجي ديالكم في 45 يوم، وعندكم المنحه ديالكم غنعطيها لكم، والموظفين غادي نعطيهم كرامتهم، هذاك الشيء اللي هذاك الشيء ديال 2011 غيرجع. المهم اننا خرجنا من عندو بنتيجه، وقعنا واحد المحضر. ملي طلبنا من عندو المحضر قلنا ليه عطينا السيد المدير، عطينا هذاك المحضر، تخلى ما بغاش، قال لك لا سيدي ما كاينش هذا المحضر. ملي كنجيو عند السيد رئيس مصلحه الموظفين كنلقاو محضر اخر، كنلقاو فيه البريمات وما فيهش الكونجي وما فيهش كرامه ديال الموظف. هذه وقال لنا المشكل المهم اللي هو اش كاين، ان هذا المدير كل خرجه في اخر السنه كيدير لنا هاد المشاكل هذه، كيخرجنا منغصين، كيخرج الشغيله منغصه. راه خرجوا لو كون حضرتوا للشغيله في اخر السنه غادي الشعب كامل غيشوف غادي يبكي. الشعب واش سيدنا الله ينصرو عطانا الحق في النقابه، وهذا كيدعينا على قبل النقابه باش نحيدوها؟ راه ما يمكنش، راه ما غنحيدوش النقابه. جينا باش ناخذوا الرخصه السنويه ديال العطله، جينا غناخذوا الرخصه كنلقاو مخلي لنا عاد العساس، هو ماشي من حقه يحط لنا هذا الاساس، خاصنا نلقاوه في الاداره، ومعها استدعاء من الولايه ديال الشرطه، كيقول لك جيو عندنا راه المدير داعيكم. علاش غيدعينا هذا المدير؟ واش حنا تشمكاره مشينا تلقينا ليه في الزنقه؟ راه حنا هيئه نقابيه، خاصنا نتحاوروا معاه، خاصنا الحوار، يعطينا حوار. المهم قال لك دخلوا عندي كموظفين، لا ما ندخلوش عندك كموظفين، كندخلوا عندك كهيئه نقابيه باش نحطوا النقط على الحروف، اما لو دخلنا عندك كموظفين راه غدير اللي بغيتي انت. وكنشكر جميع، كنشكر اشواقع اللي ديما كتساندنا، وديما هي المسانده الاولى عندنا في الحي الجامعي، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي عضو مكتب الفرع بالاقامه الجامعيه بالجديده في سي دي تي، انا كموظف منذ 24 عام وانا في هذه المؤسسه كحرفتي تقني سباق. يعني هاد السيد المدير كنتفاجئوا في هذا الكونجي هذا، كل عام تيكرك نفس الخطا. هاد جينا قال لك والناس خذوا الكونجيات، اذا به كنلقاو الكونجيات عند العساس في العوض اللي ناخذهم من الاداره ونسيني ودخل الرخصه عندهم، كنلقاو عند العساس. استهزاء بالموظف اصلا. اذا به الغد ليك عاود ستوندارست قالت لنا تعالوا حتى احنا ثلاثه الاعضاء في المكتب النقابي تعالوا خذوا استدعاء من عند البوليس. هاد المدير هذا باغي واش باغي يخلعنا؟ راه ما نتخلعوش ليه، لان حنا نقابه مسؤوله وقادين وعارفين اش كنديروا قانونيا. هذاك النهار دخلنا عنده على الكونجيات ديال الموظفين كاملين، لان عيطوا لنا حنا ما خدامين بالليل، وعيطوا لنا جينا بالنهار. ملي جينا بالنهار الشغيله قالت لنا سيروا هضروا لنا على الكونجيات. ملي دخلنا حنا ثلاثه وجوج في المكتب
يعني تفاهموا معاه ولا شو. انا اكس دابا حنا ثلاثه اللي بقينا في المكتب عندنا الاغلبيه، اذا بهم اللي تخطلعنا السيد المدير قلنا الستونداريست شوف استاذ قول لي انا جا عندك مكتب نقابي، قال لنا قالت لك لا ما قلتش ليه، تصور يعني يومين باش علمناها. ملي جينا عني قلنا ليه كاين هنا شوفي معاه، قالت لك واخا. بقينا جالسين تما كنتسناو شويه، ما قالتها لي خرجت عندنا قالت لك قال لكم سيروا. قال لها السيد القرفي قال لها اختي احنا هنا راه حنا عندنا غرض، يقول لي استقبلنا وندوزوا الامور بسلام، هو يخرج عندنا هو من باب الاخر. اش هاد الفوضى اش هاد؟ قلنا لي ما كاين لا فوضى لا والو. السيد القرفي قال لي ها استاذ الله يخليك تحاور معنا، راه الموظفين باغيين. اش قال لنا هو؟ قال لنا تعالوا دخلوا انتم ثلاثه نعطيكم كونجيات ديالكم. قلنا قلت لي انا لا استاذ اسمح لي، حنا كمسؤولين جايين عندك ماشي كموظفين، كموظفين ما نجيوش عندك اصلا، الكونجيات ديالنا عارفينهم. اذا به كنتفاجئوا برساله من عند البوليس. هذاك النهار يا ربي جاب واحد الكوميسير والكاتبه ديالو دارت محضر، علاش ما فهمناش. اذا به والنامس كنتفاجئوا رساله من عند الامن الوطني، مشينا عندهم يامس حطينا الاقوام يا ربي قال لنا ما مسالينش النهار اثنين وجيو. وحنا من هذا المنبر كان نهار اثنين كان باغي نمشيو عند البوليس نقولوا الاقوال ديالنا، ومن هذا المنبر عاوتاني كنقولها العام الجاي ان شاء الله الدخول الجامعي، وكنتحمل مسؤوليتي عليها اللي غادي يكون اعتصام مفتوح الا تيدار حل مع هذا المدير هذا، لان اصلا قصانا من عيد الاضحى اللي هو احسن الشعائر الدينيه وسكتنا جهات وزيره ومشينا عندها ولا من يحرك ساكن. وكنعاود نكركها ثاني، كاين واحد الشخص جوج الاسخاش، واحد رئيس الشؤون الطلابيه هو رئيس مصلحه الموظفين، دونك كنتفاجئوا رئيس مصلحه الشؤون الطلابيه ولا هو الشاب بيرسونيل هنا، رئيس مصلحه الموظفين مقصي بتاتا. اذا به دابا كنتفاجئوا ولا كيتدخل في شي حوايج رئيس مصلحه ديال الموظفين. وشكرا.